نظمت مؤسسة الأهرام مؤتمرا بعنوان مؤسسة إعلامية ذكية متكاملة بحضور عدد من الوزراء وكبار الشخصيات العامة وشركاء الأعمال بمناسبة احتفالها بمرور 142 عاما على تأسيسها. يهدف المؤتمر إلى طرح ومناقشة رؤية الأهرام المستقبلية وآليات تفعيل هذه الرؤية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المؤسسات الصحفية. وقد شهدت فعاليات المؤتمر افتتاح معرض الأهرام تاريخ وطن.